يعني حضرتك كنت متجه في فترة من الفترات، الفترة الأخيرة، إلى الإعلام الرياضي، عندك برنامج. إيه اللي خلاك تروح سكة التدريب؟ لا، هي ما كانتش سكة تدريب، هي كانت سكة إدارة. إدارة. كان كلمني المهندس سمير حلبية رئيس النادي رئيس المصري. النادي المصري إن أنا أبقى مدير كورة. أه واتربينا في النادي الأهلي، إن كان معانا كابتن حسن حمدي، وكان أصغر مدير كورة في تاريخ مصر، كان عنده 27 سنة 28 سنة، وهو اللي حط اللبنة دي من أساسها، وأنا كنت مشارك معاه. فإدارة الكورة دي يعني بالنسبة لنا مش مشكلة، يعني جنب الجانب الفني. فأنا كنت مدير كورة مع كابتن ميمي عبد الرازق. فلما أقيل الكابتن ميمي عبد الرازق ما فيش حد معايا، محمد صلاح ومعايا ياسر عزت، فأنا الكبير بتاعهم، فما كانش أستاذ عمرو أقدر أنط من المركب. فتحملت المسؤولية، إنقاذ موقف يعني. إنقاذ موقف، أنا غير مسؤول عن اللعيبة، غير مسؤول عن فترة إعداد، غير مسؤول عن جهاز، غير مسؤول عن أي حاجة. تخيل، بتيجي من الضل للنار، لكن الموقف والناس تثق فيك المسؤولة، فبالتالي لو رقبتي هتروح. أنا اتربيت على كده، فبالتالي أنا تحملت المسؤولية. وأول مرة في تاريخ مصر واحد يشتغل ويقول للمجلس الإدارة هاتوا مدير فني غيري. طب ليه؟ التجربة مش ناجحة، اللعيبة خلصانة، بمعنى كلمة خلصانة. خلصانة يعني إيه؟ منهكة، 3 سنين ونص معسكرات 24 ساعة في اليوم، ماتشات على طول، وصلوا للطب 3 سنين في مربع ذهبي، وصلوا قبل نهائي إفريقيا. فإحنا بطبيعتنا كمصريين يا أستاذ عمرو، لما بتوصل للطب لازم الكيرف ينزل، فعشان الكيرف ينزل هتاخد وقت عبال ما الكيرف يطلع. فاحنا جينا كابتن ميمي عبد الرازق وانا جينا في الوقت وهو الكيرف واقع مش نازل بقى، والكيرف نازل. لما كابتن ميمي اقيل فانا تحملت المسؤوليه. لكن تعالى اتفرج النهارده على المصري وهو بيلعب بتروجيت، شكل تاني، 3/4 اللعيبه اتغير. جبنا لعيبه جداد ولاعيبه على مستوى عالي، ولسه في لعيبه جايه. فبالتالي انا تحملت مسؤوليه في وقت صعب جدا جدا. وانا طول عمري عاشق لبورسعيد، من وانا بلعب من السبعينيات، يعني كنت العب الماتش وابات في بورسعيد. لما اشتغلت في دمياط كنت اخلص تدريب واقعد مع كابتن مدحت فقوسه ومسعد السقا وبورسعيد وجمال فؤاد والسقا الصغير والتفاهني، فبورسعيد عشق بالنسبه لي يعني. فعشان كده انا تحملت مسؤوليه.